أسعد الله أوقاتكم من جديد ومرحبا بكم في هذا الجزء الأخير الرابع من محاضرات الجهاز العظمي، وهو يتحدث عن الاختصارات abbreviations related to the skeletal system. الجزء الرابع هنا يتحدث abbreviations related to the skeletal system. تشابتر مش صعب يا صبايا، شباب بنات صبايا، مطلوب منا الحد الأدنى من التشابتر هذا، هو اختصار زي أي تشابتر. تعالوا نشوف الاختصارات. الاختصارات هنا موجودين بشكل، يعني خلينا نشوف الاختصار ومعناه. هو هنا العكس زي ما عودتكم في المحاضرة. بون density testing اللي هو تيست، اللي هو فحص كثافة العظام، اسمه بي دي تي. لو شفناه على روشتة بي دي تي من طبيب عظام، طبعا معروف انه الطبيب تبع العظام اللي كاتب التحليل هذا، اللي هو ايش بده؟ بده يقيس بون density testing، يعني بده يشوف كثافة العظام. طبعا مختص الصحة العامة مقدر يحسب هذه برضو الفورمولا او التست. سي ار كلوزد ريدكشن، كلوزد ريدكشن اللي هو ايش؟ تخفيض قريب جدا او مقرب. سي ار فراكتشر في اف اكس، فراكتشر يعني كسر، ممكن نختصرها ونقول اف اكس في التقارير الطبية الصادرة من اخصائيين العظام، بنلاقي اف اكس. واحنا اتفقنا الاختصار بناء على ايش؟ على معطيات متخصص المجال الطبي اللي كتب الاختصار. او اي اللي هي اوستيوارثرايتس، اوستيوارثرايتس اللي هو التهاب العظام، التهاب العظام هنا او اي. او بي اللي هي اوستيوبوروسس اللي هو النكروزس، اللي هو النخر تبع العظام اللي احنا حكينا عنه في المعنى، او بي اسمه. تي ام جي اللي هو تيمبورومانديبولار جوينت، هنا مفصل الفك لما بيركب في الراس يا جماعة. لقيت الفك هو العظمة الوحيدة المتحركة في الراس. تيمبو معناتها أذن، تيمبو معناتها أذن. مانديبولار اللي هي تيمبو رو اللي هي ايش؟ الجانبي يعني. مانديبولار معناتها الفك، الفك السفلي هذا اسمه مانديبولار. فمش تحت الودان في الحركة تاعت المفصل، الجزئين هذه تبعتهم، هذه هي اللي هي المفصل تبع الفك السفلي اللي وين بيركب في الراس بالضبط، اسمها تي ام جي. تي اتش اي اللي هي توتال هيب ارثروبلاستي، توتال هيب يعني معناتها تغيير او ترقيع عظام الحوض بالكامل. تي اتش اي طبعا هذه عمليات مختصرات بيستخدمها جراحين العظام لما بكتبوها زي ما احنا اتفقنا. تي جي اي توتال جوينت ارثروبلاستي، ملاحظين هنا ارثروبلاستي ارثروبلاستي ارثروبلاستي، يعني ايش في ثلاثة ترم؟ وايش بنحط؟ بس بنحط وين المكان. هنا هيب يعني حوض، جوينت هنا معناتها مفصل، ني معناتها هنا الركبة اللي هي تي كي اي، جراحة تغيير الركبة بالكامل او مفصل الركبة لما يصير في له تغيير اسمه تي كي اي. تي جي اي اي جوينت او اللي هي اي مفصل من المفاصل بيصير فيه جراحة او تغيير اسمها تي جي اي. والتي اتش اي هنا اللي هو عظام الحوض. وهذه هي الاختصارات اللي ممكن احنا نستخدمها في تقارير وجراحة العظام. شكرا على حسن الاستماع ومتابعة قناة اليوتيوب في مزيد من المحاضرات. دكتور عطا القيسي أشكركم، وإلى اللقاء في محاضرة أخرى. أتمنى لكم أوقات سعيدة.